ونبقى في شأن الشرق الأوكراني. قبل 4 سنوات انسحبت القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ديبالتسوفا بشرق أوكرانيا بعد معارك عنيفة مع قوات الاحتلال الروسي استمرت أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ يوليو 2014. في أواخر فبراير 2015 شن المسلحون هجوما واسعا على المدينة المحاصرة من 3 جهات، ما أدى وفقا لبيانات وزارة الدفاع الأوكرانية إلى مقتل 179 جنديا أوكرانيا في معارك الدفاع عن ديبالتسوفا وإصابة نحو 300 آخرين، بينما فقد المسلحون نحو 4000 شخص.